أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قامت عصابات الأسد بقصف المسجد العمري في مدينة بصرة الشام تاريخ 7/9/2012، مما أدى إلى تحطيم المنافذ وكسر زجاج المسجد وتخريب السقف الأثري الذي لا يعود إلى حقب تاريخية قديمة في مدينة بصرة الشام، حيث قام الشباب في هذا المسجد بتنظيف المسجد لإعادة الصلاة فيه، وسيبقى هذا المسجد عامرا بالمصلين رغما عن أنف عصابات الأسد. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.